السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بقى هنعمل الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة. الفراخ مش هتعرفي الفراخ دي مسلوقة ولا مشوية على الفحم ولا متحمرة، يعني ليها كذا طعم. بسم الله نشوف بقى الفراخ بتاعتنا ديت هنعملها ازاي. بس ما تنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة أنا هجيب الفراخ وهقطعها 4/4، وهبدأ ان انا انقعها في محلول عبارة عن مية ومعلقتين من السكر ومعلقتين من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الخل. طبعا الكمون بيخلي مفيش ريحة زفارة في اي طيور، يعني لما تحبي تعملي المحلول ده لازم تحطي فيه كمون عشان يضيعلك اي ريحة زفارة. بعد كده غسلت الفراخ كويس بعد ما نقعتها لمدة 3-4 ساعات وصفتها، وجبت معلقة من السمنة وهبدأ اللي أنا أشوح الفراخ فيها. بعد كده جبت بصلاية وطماطماية وجزراية وبيبة صيني ونزلت بيهم على الفراخ، هقلبهم كده شوية مع الفراخ. وبعد كده هجيب مية مغلية وهنزل بيها على الفراخ، لازم تكون مية مغلية. هجيب بقى ملح، لازم نملح الفراخ بتاعتنا وهي بتسلق علشان تبقى الفراخ كده ملحة وطعمها حلو. وجبت الورق اللوري والحبهان والمستكة المطحونين، وهنهدي النار ونسيب الفراخ تستوي براحتها كده. الفراخ بعد ما اتسلقت شايفين الشوربة بتاعتها عسل. تعملي بقى شوية ملوخية، تعملي شوية لسان عصفور، ادي برضو احنا استفدنا بالشوربة. تعالي بقى نخلي الفراخ دي مشوية على الفحم. هنعمل الخلطة بتاعتنا عبارة عن طماطمية ضربها كويس قوي في الكبة، وحطيت عليها معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من العسل النحل ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. هقلب كل ده كده مع بعضه، ولمونة، هقلب كل ده كده مع بعضه وهدهن الفراخ. طبعا الصينية أنا دهناها زيت عشان الفراخ ما تلزقش. بصي التتبيلة دي بتخلي الفراخ طعمها حاجة تانية، يعني دايما اعملي الفراخ بتاعتك بالتتبيله دي هتفرق جدا في الطعم. طبعا انا هحطها تحت الشوايه مجرد بس كده ما تاخد اللون اللي انت شايفاه دوت. انا بقى ولعت على فحمايه كده، وهبدا اللي انا جبت الفحمه كده ونقطت عليها كده ربع معلقه من السمنه. ما تحطيش زيت، السمنه بتدي ريحه احلى واقوى. وادي الفراخ وغطيتها طبعا عشان ريحه الفحم تبقى في الفراخ. وادي الفراخ بعد ما استوت شايفه لونها وريحتها، ما تقوليش عليها فراخ مسلوقه ابدا، جربيها هتعجبك. تنسيش بقى اللايك والشير وتفعلي عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.